بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في أخبار الفن والفنانين. عقد الفنان محمد الشرنوبي قرانه أمس على خطيبته رندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام في منزل عائلة العروسة، واقتصر الحفل على حضور الأسرتين فقط، والتزم كل من الشرنوبي ورندا بجميع الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ومن المقرر أن يقيم الثنائي حفل زفاف بيجمع الأهل والأصدقاء بعد انتهاء الأزمة الراهنة. وكانت رندا رياض قد صممت فستانها لدى المصمم اللبناني الشهير زهير مراد أثناء تواجدها في لبنان قبل أزمة فيروس كورونا.